بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله يا شباب، أسعد الله أوقاتكم. فدرنا نواصل كلامنا عن المواهب. واحدة من الأمور اللي بتساعدك إنه تعرف مواهبك إنه تفكر في الناس اللي أنت معجب بهم. أسأل نفسك أنت معجب بمنه، قد يكون شخصية معاصرة أو قد يكون شخصية تاريخية أو كده. فالناس المعجب بهم ديل يعني غالباً ناس انت عندك نفس التالنس بتاعتهم، عندك نفس التالنس بتاعتهم، لكن انت داير زيادة من التالنس دي. فالقصة دي بتساعدك. فممكن يكون شخصيات معاصرة، شخصيات تاريخية، شخصيات، او ممكن يكون ايضا حتى ناس في افلام بتحضر افلام، ياتوا نوع من الافلام، وفي الافلام دي بالنسبة لك انت البطل منه. بتقرأ كتب، ياتوا نوع من الكتب، وفي الكتب دي الشخصية المحورية بالنسبة لك منه. فالشخصيات، شوف الشخصيات اللي انت معجب بها، سواء في الحياة أو في أفلام أو في كتب أو كده. شوف الشخصيات دي، وديل غالبا الناس أنت معجب بهم، ديل غالبا الناس أنت معجب بهم، ديل الناس أنت عندك نفس التالنس بتاعتهم، وأنت داير زيادة من التالنس دي. فبقول لك الناس اللي أنت معجب بهم جدا، أو الناس اللي ما بتحبهم كمان، يعني ديل كلهم بيعلموك شيء. الناس اللي انت معجب بهم ديل ناس انت عندك معاهم شيء مشترك، نفس المواهب اللي عندك عندهم هم ايضا، لكن انت المواهب دي داير منها زيادة، بس انت معجب بزول معين. غالبا انت عندك نفس المواهب بتاعته او نفس المواصفات بتاعته، لكن داير زيادة من المواصفات دي، فلذلك انت معجب بهم. والناس اللي ما بتحبهم، والقصة دي بالنسبة للناس اللي بيكون عندك intense feeling تجاههم، سواء بتحبهم او ما بتحبهم، اي زول عندك انتنس فيلينج تجاهه، تجاه قوي، احساس قوي تجاهه، سواء بتحبه او ما بتحبه، ده ممكن يعلمك كثير جدا. لانه حتى الناس اللي ما بتحبهم احساسك تجاههم نيجاتيف، ديل هم ناس برضو بيحكسوا لك شيء في داخلك. ممكن يكون عندك برضو نفس الشيء ده مشترك معهم، الشيء اللي ما عاجبك فيهم ده ممكن يكون برضو عندك، لكن انت رافضه في نفسك، ما قادر تقبله، فعشان كده ما بتحبهم. لكن ده موضوع تاني، ده اللي قدامي حسب موضوع المواهب عشان الناس تشتغلوا كده. فلكن حتى الناس اللي ما بتحبهم هم ممكن يعلموك شيء، لانه الناس اللي بتلقاهم يعني حتى زول ما بتحبه ده غالبا بيذكرك شيء في نفسك، غدا الشيء ما حبيته فيه ده انت ذاتك عندك لكن رافضه، ما قدرت تحترف به، وتقوم بتقول انه والله زول ده كده وزول ده كده، او غد يكون بيذكرك عقد عندك عشان كده بتغضب منه. اللي برضو الموضوع ما هو الموضوع، انت مفروض تحلحل امورك. عشان كده بقول لك الزول دائما لما نصل المرحله بتاعت انه بيقبل الناس واحساسه كويس تجاه كل الناس، يعني كل الناس، ده عاده بيكون زول وصل مرحله هو اساسا مع نفسه حلحل كل الامور. القاده مثلا بتلقاهم بيقدروا يقبلوا الناس، اذا زول بيحبه زول ما بيحبه، زول عنده سلوك يعني بينفع معهم، زول عنده سلوك ما ينفع معهم، بيقدروا يحتووا الناس ويحتضنوا الناس كلها، لأنه هو يعني قبل نفسه. يعني مثلا زول كبير في السن، زول حكيم، زول كده، جبت لي مثلا شاب قلت لك الشاب ده بيعمل وبيسوي وبيسوي وبيسوي، زول الكبير ده لو عنده حكمة متسامح مع نفسه بيقبله، ما بيزعل منه، ممكن يتفاهم معه وكده. لكن الزول الكبير ده ذاته لو ما متسامح مع نفسه حيغضب جدا، يقول لك ده شاب قليل الأدب، وده شاب كده، وده شاب كده. فالناس اللي بتحبهم شديد او الناس العكس تماما ما بتحبهم، ده كلهم بيحكسوا لك مواضيع يعني في نفسك. فالزول اللي بتحبه قلنا بيحكس لك مواهب، ده معناه انت بتشترك معه في مواهب معينه وانت داير زياده من المواهب دي. والزول اللي ما بتحبه ايضا ده زول انت بتشترك معه في المواصفات ذات اللي انت ما بتحبها دي، لكن قد تكون ما قدرت تقبل القصه دي، او قد يكون بيذكرك بعقد عندك، بحياة قديمة عندك، اللي هي برضو معناها انت مفروض تحلها عشان تقدر بعد ذاك يعني تكون قابل الزول ده. فلو انت اي زول ما بتحبه لكن قدرت تقبله، دي معناها انت استفدت يعني من التجربة دي. اي زول ما بتحبه لكن قدرت تصل لمرحلة بتاعتين انت قابله وقادر تتعامل معه عادي، معناها انت وصلت مرحلة انه انت سامحت مع نفسك قبل ما تسامح معه، لانه العلاقات كلها هي اساسا بتعكس لك امور يعني في نفسك. فانت لما تقبل الناس يعني لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اذا انت مية مية ما مفروض تزعل من زول.
قال كده ولا سوى كده ولا بتاع. لكن موضوع انه الناس اللي ما بتحبهم ده موضوع تاني، ده ممكن نتكلم عنه يوم تاني. هسه موضوعنا ده الناس تكتشف مواهبها عشان يعني دخلها يزيد والناس تكون مرتاحة وكده. فالمواهب، فكر في الناس اللي انت معجب بهم، سواء شخصيات في الحياة او شخصيات في افلام او شخصيات في كتب انت معجب بهم. فده ممكن يكون يعني ممكن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح في اكتشاف موهبتك. السلام عليكم ورحمة الله.